لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. جميل لكل عصر ولكل زمان، من الصغير للكبير. لا احمد بدير لازم نقعد قدام الشاشه، لا احمد بدير نازل في ده لازم نحضر. النهارده تكريمك في مهرجان همسة او تواجدك في مهرجان همسة تقول عنه ايه؟ بقول ان شرف ليا ان المهرجان يكرمني، وده وسام وتقدير اتمنى ان انا استحقه. يعني اكيد تستحقه. ما كانش فاضل الاسم بين السماء والارض والمداح، ضجه اعلاميه. مداح تجربه جديده على الشاشه، فالناس استقبلوها بطريقه كان فيها انتقاد وكان فيها حلو. تتكلم عنها تقول له ايه؟ لا المداح انا شايفه مسلسل هايل. اهم عوامل نجاحه كان حماده هلال كمطرب وكممثل، واحمد سمير فرج كمخرج. الحقيقه والممثلين كلهم كانوا ممتازين في ادوارهم، والموضوع كان لذيذ وحلو. يعني اعتقد ان الناس اتبسطوا بيه جدا. مداح 2 هيبقى موجود، لو اتعرض عليك انك تدخل في المداح 2 خش ازاي؟ هطلع تاني بعد ما اموت. ده في دجل. معلومة هي حصلت لي مرة. بس مش هتتكرر. يعني في كيد النساء انا مت في الجزء الاولاني فصحوني في الجزء الثاني. فهي لما تصحى تصحى مرة. بين السماء والارض نخرج ازاي من الاسانسير؟ ماله؟ نخرج من الاسانسير ازاي؟ من الاسانسير ان كل واحد يخلي باله من عمله. لا كل واحد، لا الصبر، الصبر ده لو انت مغلوب على امرك، انما لو كل واحد عمل اللي عليه هيخرج من اي مأزق هو فيه. احمد بدير نفسه يقدم ايه تاني لجمهوره من الصغير للكبير؟ اللي نفسي اقدمه هو ده اللي نفسي اقدمه والله. يبقى لا، يبقى انا لو قدمت اللي نفسي اقدمه ده هيبقى اجمل حاجه ان انا قدمته. اللي نفسي اقدمه. طب ما فيش حاجه جديده. اللي نفسي اقدمه.